الاعراض تشبه الاعراض تاع الكبار عند الدراري بصح سوفو وشنو قصر القامه سي دي زونفون ما يطوالش باسكو النمو تاع العظم راح يكون بالهرمونات اوكي دونك كي ما يكونوش كاينين ما يطوالش ما يطوالش هذاك الطفل يقعد قصير دونك وسوفون سي لو موتيف دو كونسلتاسيون سوفون يجينا جوست باسكو مسكين قصير مقارنه مع الاطفال اللي في القسم ديالو وبعد بمجرد العلاج عاود يطوال هذه هي واذا كان المشكل يخص فقط الطول ونمو العظام ولا ياثر حتى على صلابه العظام ويكون عنده مشكل هشاشه بيان سور ايه نعم ايه هي هنايا قلت لك هذا لو سيمبتوم لو بلو فريكون اللي شغل يشقاو على جالوه يروحوا يشوفوا الطبيب صح من بعد حنايا كي نبداو نشوفوا عنده الاعراض الاخرى برك ما نتبهولهاش وما عطاولهاش اهميه. قصر القامه بصح نتايا ان اونفون اللي ما يكبرش نقولوا ما يكبرش ما يطوالش وقليول شغل تقول هذا ماهوش ياكل بصح اللي ما يطوالش ويسمان هنا اتونسيون اتونسيون ولا سورتو الكبار شويه شوف هذاك الطفل راهو يسمان وهو ما ياكلش يعني لدرجه انه يسمان على جال باسكو هاد الدراري صرا لهم شغل تراكمات يخزن بصح هو يخزن بصح باسكو الدهونات وكاع ما يقدرش يهضمها مليح والعظم تاعو ما يطوالش دونك زياده الوزن الغير مفسره اوكي ندير في بالي غده درقيه قصر القامه ندير في بالي غده درقيه الحاجه اللي ثاني تي كونسلتيو على جالها بزاف هي تفنيين فنيان غمول فنيان وليدي فنيان يجي ثقيل ثقيل زدره كما نقولوا حنايا تبعته يجيب لك حاجه يقعد قرن باش يولي تعبان يعني تعبان حقيقه ماشي خمول برك يعني ان اونفون يكون في الدار نقولوا فنيان تبعته يماه ولا يتكسل لها بصح تطلع عليه متساقه مع صحابه برا يلعب ماتش هذا ما يخوفكش صح لي لا ماما يلعب مع الاقران ديالو يلعب مسكين يدور شويه ويحبس سايخ معناتها حقيقه عيان ماشي كاين بالتقلاش والدلال ويقول لك بصح انت المقارنه هذه هي يفشش عليك في الدار بصح كي يكون برا يجري هادو لا مسكين حقيقه تعبان يعني عيان في كل وقت تعبان وهذا التعب غير مفسر يعني يرقدوا بزاف يرقد نعسان طفل هذا في كل وقت نعسان علاش حنا قلنا خاطر الهرمونات هما اللي يخدمونا الطاقه هذا الطفل مسكين ما عندوش طاقه صافي في كل وقت عيان فشلان فشلان يرقد بزاف و ما عندوش كما نقولوا حنا نباهه ذهنيه كبيره في القسم وسورتو سورتو وقتاش نفيقوا نهار يكون الطفل بدا يقرا ديجا نشوفوا المردود الدراسي تاعو وبعد مومون دوني شوفوا باللي نقص هنا المعلمه تنتبه يعني ماشي هذا هو الطفل اللي كانت تعرفوا اللي راهو دركا ثقيل باش يكتب سطر يقعد ساعه صحابو يكملوا هو مازال ثقيل مرضو دراسي يولي ما كونسونتريش مليح دونك بعد ما كانوا نقولوا متوسط ولا مليح يولي راه ضعيف هنا ثاني هذه يجروا يعني بصح انا واش نبه بزاف هنا يروحوا يزوروا قبل الطبيب النفساني ولا الاورتوفوني قبل ما يشوفوا الطبيب لا سوفون تانيت واش يكون عندهم هاد الاطفال عندهم اكتئاب سي دي زونفون اكتئاب يصيب الاطفال حتى النفسيه نعم اكتئاب باسكو علاه ما عندوش ماشي منور كما حنا نقولوا ما عندوش الطاقه هذيك كامل الافرازات تاع الهرمونات هذيك تاع السعاده وكامل ما عندوش صافي الي تخيس دايوغ كي تشوفوا ان اونفون دايوغ كي ناخذوا صوره نصوروه قبل ما نبداو له كي نديروا التشخيص وبعد قبل ما نبداو له الدواء تاعو ناخذوا صوره بعد الدواء شوف نعلو تشوف وجهه كلش هابط عابس هكذا بصح على غالب ماشي هو حاب هو هكذاك كي يبدا الهرمونات تاعو وجه تاعو ينور ويتكسل وتشوف عينيه يضحكوا دونك هذا الاكتئاب يجعل الامهات يروحوا لطبيب نفساني والطبيب النفساني الان نورمالمون يعني تقدر تكون عنده النبهه انه يحوس على الهرمونات وتقدر لا يعني يصيبوا تفسيرات وكان يقرا مليح ودوك ماهوش يقرا مليح اللي بها ماهوش مليح هو لا نفس السبب اللي عطانا كاع هاد الاعراض دونك اكتئاب اتونسيون سي با ان تروك كلاسيك يعني ماشي حاجه فريكونت شي لونفون دونك ان اونفون تخيس ان اونفون ثقيل ثقيل بزاف مردود الدراسي اللي نقص